بداية أود أن أوضح بأن فكرة التدريب هو عمل حقيقة استراتيجي ومصاحب للعمل اليومي. لا ننكر أن الحصول على شهادة علمية أو درجة وظيفية معينة تعني استمرار الموظف في الأداء بنفس الفاعلية وبنفس القدرة بحكم هناك متغيرات، هناك تطور، فلابد أن يجاري الموظف أو العامل بشكل عام يجاري هذه التطورات ببرامج استراتيجية تمكنه من الأداء الجيد. وزارة التربية والتعليم الحقيقة أحد مراكزها ومصالح منها هي المركز العام لتطوير وتدريب قطاع التعليم. التدريب إطار الموظف وإطار الإداري وإطار المعلم ومدير المدرسة وحتى مراقبي التربية والتعليم. الحقيقة ربما في السنوات الماضية لم يحظى هذا المركز بالميزانيات الكافية أو على الأقل لم يجد المساحة الزمنية الكافية لتدريب المعلمين. كنا نصارع الزمن الحقيقة من أجل إرجاع العام الدراسي للاتجاه الصحيح من حيث المواعيد الدراسية، لكن هذه السنة أعتقد أن هناك برامج مكثفة سيتم عمل عليها من خلال المركز العام للتدريب. ذكرت لي أن هناك تدريب نوعي بمعنى وظيفي. بالتأكيد هذه الأيام هناك دورات تدريبية لمعلمو أو لمعلمي الفئات الخاصة من أجل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث استخدام غرف المونتسوري وما إلى ذلك من المعدات والوسائل اللي يستخدموها في تعليم أو إدماج الفئات الخاصة. هناك دورات أيضا تبصيرية للسادة المفتشين التربوي التربويين اللي نجحوا في مسابقة المفتش التربوي، تبصير بكيفية التعامل مع المعلمين واستخدام النماذج والصحف المختلفة لتقييم المعلمين. أيضا الجانب الأهم والأكثر أهمية من وجهة نظري أراه هو تدريب المعلمين. حاليا هذه الأيام تجري دورة لإعداد المعلمين، معلمي الصفوف الأولى، لنقل نحن نركز على أن الصفوف الأولى يجب أن تسند إلى أفضل المعلمين. هناك تقارير التفتيش التربوي من مختلف المؤسسات التعليمية، المعلمون الذين يحصلون على تقارير ممتازة يجب فعلا تكليفهم بالصفوف الأولى. هذا التكليف يجب أن يخضع لدورة تدريبية ولو كانت دورة مصغرة للتعريف بأهمية الصفوف الأولى في مراحل التعليم، لأن هي تركز عليها كل المراحل التالية، وبالتالي قد نخلق من هؤلاء صفوة من المعلمين خبراء يقودون عمليات التدريب المعلمين في المستقبل، لأن تعرف أن أعداد الصفوف الأولى هي الأكبر على الإطلاق في عدد التلاميذ في وزارة التربية والتعليم، وبالتالي نحتاج لعدد كبير من المعلمين. أيضا هناك جانب آخر وهو الملكات الوظيفية. مؤخرا احتوت على وظائف معينة لا توجد لديها مخرجات في مؤسسات التعليم العالي زي كليات التربية وكليات الآداب. نضطر في بعض الأحيان إلى تغيير مسار ولو بإجراء دورات سريعة من أجل إكساب من يكلف بهذه الوظائف القدرة على الأقل المبدئية حتى يتأقلموا مع الوظيفة الجديدة، ثم ربما بالتطوير الذاتي وبدورات أخرى معمقة نحصل على موظف كفؤ متخصص قادر على أن هو مثال على ذلك الإرشاد النفسي والخدمة الاجتماعية والفئات الخاصة تفلك ورياض الأطفال، ويوجد العدد الكافي للتغطية هذه الوظائف. هذه نضطر إلى اقتراء دورات عن طريق المركز العام للتدريب حتى نضمن على الأقل الحد الأدنى من المعرفة في التعامل مع هذه الوظائف. نعم. طيب دكتور محسن، يعني الآن الصفوف الأولى يعني الآن من الملاحظ أنها بدأت تحظى باهتمام كبير جدا من قبل وزارة التعليم، مراقبات التعليم في مختلف البلديات. يعني ما هو مرد ذلك؟ هل سيكون هناك مخرجات في الصفوف التي تليها، مخرجات أفضل مما كانت عليه السنوات السابقة؟ نعم بالتأكيد، احنا لاحظنا هذا من
العام الماضي لما اقترحنا فكرة التعليم الاستدراكي لمرحلة التعليم الأساسي، اتضح لدينا هناك فعلا معاناة من مشكلات جسيمة حقيقة. الطالب يصل إلى الصف الرابع والخامس وربما إلى أبعد من ذلك، يجد صعوبة في الكتابة بلغة عربية صحيحة، يجد صعوبة حتى في الاكتساب في أساسيات التعلم. من هنا وجب التركيز بدل ما ندير برامج التعليم الاستدراكي عليا أن أركز في الصفوف الأولى من الأول إلى الخامس، أو الأول والثاني والثالث. لابد كل ما تكون المرحلة هي الأولى الابتدائية يكون فيها المعلم المتميز القادر على إكساب الطالب الأساسيات، أساسيات التعلم، مهارات يجب اكتسبها الطالب. ثم فيما بعد أعتقد عندما نؤسس بشكل جيد تكون المراحل الأخرى أسهل إلى حد ما، لكن بالأساس الصفوف الأول والثاني والثالث هو يتعلم، لابد أن يتعلم بلغة عربية صحيحة، لابد أن يجد معلم لمادة الحساب معلم جيد يستطيع أن يوصل المعلومة للتلميذ، كذلك حتى المواد الأخرى بما في ذلك اللغة الإنجليزية الحاسوب، يجب أن يكون المعلمين المرصد إليهم الجداول الأولى يكونوا من المعلمين المتميزين. نعم.